على غير المتوقع شهد ثاني أيام اجتماعات وزراء الخارجية العرب هدوءا تاما وسكينة في بهو قصر المؤتمرات. وصلت الوفود العربية ودخلت تباعا للقاعة المغلقة. توقع الجميع أن تستبقي النقاشات والملفات شائكة المجتمعين حتى ساعة متأخرة، لكنهم خرجوا منتشين بحسب وصف وزير الخارجية الفلسطيني بالتوافق التام على مجمل القضايا وعلى رأسها فلسطين. نحن سعداء جدا عندما خرجنا من هذا الاجتماع لكي نؤكد بأن فلسطين تخرج منتشية بما تم تحقيقه، وسعيدة بما سمعته، ومرتاحة لما عرض عليها. وزراء الخارجية اتفقوا على كل شيء، والأمور بالنسبة لنا واضحة جدا في الأمانة العامة. هناك توافق على جدول الأعمال، والأمور تسير نحو قمة ناجحة إن شاء الله. لائحة مشاريع القرارات وجدول أعمال اجتماع القمة أصبحا جاهزين لطرحهما على الطاولة القادة. آمال معلقة على القادة العرب بأن يحققوا جزءا من تطلعات شعوبهم إلى وحدة عربية في القرار والمصير المشترك. نتحدث عن مكاسب عندما نرى كل هذه الانقسامات بين الدول العربية بما في ذلك المغاربية تتجاوز هذه القطيعة وتتجاوز هذه الجروح وتعود إلى طبيعتها. سنتحدث عن مكاسب عندما يتوقف قطار التطبيع المجاني إلى الواقع الذي نعيشه. سيصدر عن القادة العرب إعلان لقمة الجزائر. هذا الإعلان بيتضمن كل القضايا السياسية والاقتصادية الملحة، خاصة موضوع التكامل الاقتصادي العربي في ظل الأزمة الحالية، الأزمة الاقتصادية الحالية. على بعد ساعات ستتوج قمة الجزائر بإعلان يوصف بالتاريخي بعد قطيعة عربية فرضتها جائحة كورونا وخلافات عربية بينية عميقة. التوافق عنوان الاجتماعات التمهيدية لقمة الجزائر. سيجد القادة العرب الطريق ممهدة صوب فجر جديد للقضية الفلسطينية وحلحلة جدية للملف الليبي والسوري واليمني وقضايا أخرى تراهن الجزائر على لم شمل العربي وكبح قطار التطبيع لحلها. سفيان المراكشي من قصر المؤتمرات الجزائر.